صباح الخير مشاهدينا، اليوم الأحد 15 تشرين الثاني 2015، حلقة جديدة من برنامج الحدث بتطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت. ما بين باريس وبيروت سيتوزع الحدث اليوم، آخر تطورات على الأراضي الفرنسية في ضوء سلسلة التفجيرات والأحداث الأمنية التي هزت العاصمة باريس خلال الساعات 48 الماضية، أيضا تفجير برج البراجنة وتداعياته في السياسة وفي الميدان. كذلك في جزء من الحلقة سنبحث في التطورات السياسية من الجلسة التشريعية لاحتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء ما إلى ذلك، مع ضيفي عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمو أبي رميا. وبدي أبحث أهلا وسهلا فيك قبل كل شيء صباح الخير مالي. بدي أبحث بالجانب الفرنسي مع سيمو أبي رميا الذي عاش في فرنسا، درس في فرنسا، معه جنسية فرنسوية، يعرف أكثر ماذا يحدث اليوم في الداخل الفرنسي، ومتزوج من فرنسية ضالعة في السياسة الفرنسية إذا بدك. لا هو هيك، هو هيك مش هيك، أنا هون هو هيك. وبالشق اللبناني بدي أبحث مع عضو تكتل التغيير والإصلاح المرة بشكل كتير مباشر، ماذا يحصل في لبنان، تداعيات تفجير برج البراجنة، الجلسة التشريعية، قراءتكم لهذه الجلسة بعد الوصول إلى ما أسميتموه انتصار بموضوع الجنسية، نعم، اقرار هذا القانون وملفات اخرى بقدر ما بيسمح لنا الوقت. هذا كله بساعه ونص بقدر ما بيسمح لنا الوقت، بدنا نمشي سريعا. اهلا وسهلا فيك استاذ سيمو. طب كرونو مثل ما بيقولوا. اهلا وسهلا فيك، نحن جاهزون. اهلا وسهلا فيك. بدك تسمح لي قبل ما نبتدي حوارنا ان ننطلق من عند زميلتي كلارا جحا التي توفينا بموجز لاخر واهم التطورات، نبدا بعده الحوار. شكرا كلارا. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث، وضيفي عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمو أبي رميا. أهلا وسهلا فيك سيمو مجددا في هذه الحلقة. ماذا حصل في فرنسا غير أنه شفنا في تفجيرات وشفنا في عدد كبير من الضحايا، رقم قد لا تستوعبه اليوم؟ فرنسا صار لفترة هي يعني لم تشهد هكذا تطور أمني. من فترة شفنا شارلي إبدو، عدد لا يقارن بالضحايا اللي سقطوا وعملت ثورة فرنسا، ماذا يحصل؟ قبل كل شيء خليني أقول أنه أكيد واجب التعزية بالشهداء والضحايا اللي سقطوا بفرنسا. اتصلت امبارح بالسفير الصديق من البون لنقدم واجب التعزية، وبمعزل عن وهلأ أكيد هنحكي بالسياسة، بمعزل أكيد عن تقييم للسياسة الفرنسية المتبعة بمنطقة الشرق الأوسط بالتحديد، وبعرف لأنه في أشخاص عندهم انتقاد كتير لهذه السياسة وأنا منهم، في أشخاص يتهمون هذه السياسة بأن هي التي أوصلت إلى ما وصلنا إليه، عبارة عن تواصل اجتماعي، شوية شماتة كمان. هل يعني بعتقد أنه لا المبادئ الأخلاقية ولا مبادئنا الإنسانية ولا قيمنا الدينية بتسمح لنا لما قدام فاجعة من هالنوع نفوض بمنطق الشماتة وإلى ما هون إليه، وبالتالي خلينا نضل نرتقي إلى مستوى معين من التعاطي الأخلاقي ونقول هؤلاء ضحايا جرائم بربرية تكفيرية إرهابية. وأنا أول ما نستعمل من أول ما طلع انفجار باريس عبارة ببقى في شيء اسمه داعش بالنسبة لي، صرنا نحن بمنظمة جديدة هي إرهابيون بلا حدود، تكفيريون بلا حدود، واسمها صار داع، يعني الدولة الإسلامية العالمية. ما بقى في العراق وبلاد الشام، شلت الشين. ودليل اللي كان عم نسمعه هلأ من الزميلي عم تحكي عن قتل زعيم داعش بليبيا، يعني خلص بطلت قصة العراق وبلاد الشام، صار صحيح العالم كله صحيح. وشحنا شو عم يعملوا بسيناء بمصر، وين ما كان بتركيا، وين ما كان صار العالم كله ساحة جهادية وميدان العمل لهؤلاء الإرهابيين المجرمين يلي عم يعملوا أفظع، عم يرتكبوا أفظع الجرائم بحق الإنسانيين. اللي صار بباريس قبل كل شيء ما نحطه أبدا، ما ننسى أنه كمان كان في، حكيت من شوي عن شارلي إبدو، صحيح كمان صار في اعتداءات على متاجر يهودية بعد شارلي إبدو، وبالتالي باريس مثل غير مدن أو عواصم تتعرض من وقت لآخر، صحيح، إلى هجمات. يمكن أكثر مدينة تتعرض لهجمات بالفترة، لكن لا شك يلي صار مبارح، قلت مبارح بالعاصمة الفرنسية، أول مرة بتاريخ فرنسا بنشهد وصول الانتحاريين. صحيح. قبل
كنا عملية اطلاق نار، عملية اطلاق نار، انفجار السيارة مفخخة الى ما هنالك. لاول مرة بتاريخ الارهاب في فرنسا منشوف انتحاريين وعددهم 8 بفجروا حالهم في العاصمة، عاصمة النور، العاصمة الفرنسية، على وبالتالي على 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 مسافة كتير قريبة من الرئيس الفرنسي. هلا راح وصل لك لا يعني بحكي انه انه وصلوا لمرحلة من 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 الراحة في الحركة في فرنسا، لو وصلنا لشفنا انتحارية 100%. فاذا بالنسبة لي هيدي بداية تحول ستشكل اكيد، وبنحكي عنها بالتداعيات السياسية، بداية تحول للسياسة الفرنسية، إن كان على الصعيد الداخلي، إن كان على الصعيد الأمني، وحتما إن كان على الصعيد الخارجي. الملاحظة الثانية، أنا بفهم أنه بكل بلدان العالم فجزت استخبارات صحيح داخلية وخارجية، وأنا على اطلاع أنه بفرنسا هناك قائمة بما يسمى بالخلايا النائمة، أولا بالأشخاص اللي راحوا قاتلوا بالعراق وبسوريا، يقال أنه عددهم بين 600 و700، وكمان بسمع أنه هناك الألاف الذين نحط أسماءهم على هذه القائمة يلي يعتبرون أشخاص محتمل أن يقوموا بأعمال إرهابية صحيح في العاصمة الفرنسية أو بفرنسا بشكل عام. خطورة يلي صار مبارح أنه منه عمل فردي، بمعنى أنه يقال أنه في ثلاث مجموعات تحركت بذات الوقت صحيح، هالثلاث مجموعات منا لوحدة، في إلى أشخاص وزعوا أدوارها، عطون الأسلحة، عطون الزخيرة، عطون مهمات، حددوا لهم المهمات الجغرافية والمواقع اللي بدهم يهاجموا فيها، وهيدا أكيد تحضير عمره شهر أو شهرين أو ثلاثة. يعني لتكون السبع أو ثمان عمليات أمنية بوقت متزامن، يعني في خطة كتير مدروسة وكتير، وهيدا دليل أنه في أشخاص اجتمعوا أكثر من 10-20 مرة بمواقع بقلب بالداخل الفرنسي تماماً. وبالتالي أنا أتوقع أن يكون هناك رؤوس كبيرة على الصعيد الأمني والاستخبارات في فرنسا سبد الطير، لأنه ببلد مثل فرنسا من الدول العظمى يصير في هيك عملية إرهابية وما يكون فيه. وفي شيء لفتني، أنه على تلفزيون أبو ظبي قبل نقل المباشر لمباراة فرنسا ألمانيا، المراسل التلفزيون عم يحكي كان بالعربي وعندي تسجيل، وعم بيقول إنه في انتشار أمني كثيف حول ستاد دو فرانس، حول الملعب اللي عم بيصير فيه المباريات، وقال مش بس لأنه الرئيس الفرنسي موجود، قال لأنه السلطات الأمنية عندها بلاغ عن إنه يمكن يكون في قنبلة موجودة. مبارح البريطانية هن أعلنوا، قبل بداية المباراة قالوا إنه بلغنا كل دول الاتحاد الأوروبي إنه في احتمال لشن هجمات من 10 أيام. وهذا الإعلامي العربي من أبو ظبي اللي حكي كمان قال إنه بسواتا حتى بخانة اعتداء يمكن على الفريق الألماني، وإنه غيروا لهم أوتيلهم إلى مونيك، وبالتالي السلطات الفرنسية الأمنية خايفة. أكيد كان عندها معطيات. والأخطر من هذا الشيء أنه رئيس جمهورية فرنسا موجود في هذا الملعب بالتحديد، وقدروا وصلوا إلى تخوم هذا الملعب الإرهابيين، يعني وبالتالي خرق غير مسبوق للاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية، وتمكن هؤلاء الإرهابيين من الوصول إلى هذه إلى التماس مع رئيس جمهورية فرنسا، دليل على فشل ذريع بالنسبة لي لرؤوس تدير أجهزة الاستخبارات في فرنسا. وبعتاد أنه سنشهد في المرحلة السريعة من خلال هذا الأسبوع أو أسبوعين تشكيلات جديدة، تعيينات جديدة، رؤوس جديدة ستبرز من أجل أنه تأخذ على عاتقها مهمة الأمن، خاصة أنه الأسماء يعني بلشت تنطرح ويقال، يعني مثل امبارح نعرف أحد الإرهابيين من هو، يقال إنه اسمه موجود على لائحة فرنسي جزائري ومعروف وعم بيراقبوه، إلى كيف شخص عم نراقبه وحاطينه من الأشخاص الخطيرين بالساحة الفرنسية بيقدر يقوم بهيك عمل. وبالتالي هذا دليل على إنه ما كان في مراقبة جدية، وفي تقاعس أو خمول أو ما بعرف شو بدي سمي، ما بدي سمي خرق، يمكن يكون في تواطؤ بمكان ما، لكن بكل الأصعدة بعتاد إنه هذا العمل عمل قوي جدا ورسالة قوية جدا للفرنسيين على الصعيد السياسي والصعيد الأمني ولا الصعيد الاستخباراتي، إنه ساحتهم صارت مثل برج البراجني،
يعني برج ايفل صار مثل برج البراجني اليوم، لانه امنيا وسياسيا يعني كلنا. وانا هلا لما بعمل مقارنه بين اللي عم بيصير عندنا وهنيك الاجهزه الموجوده، عم بحكي على صعيد الموارد البشريه لبلد عظيم مثل فرنسا، ايه نحن شو اجهزه التنصت، اجهزه المراقبه، كل اللي بدك اياه، يعني كل التقنيات الحديثه متوفره، وبالرغم من هيدا كله صار هذا الحدث. يعني احنا عن جد معلوماتنا وامن عامنا وجيشنا وعم يعملوا باعمال جباره اذا قرناها بالوسائل والامكانيات وبالتهديدات اللي نحن مهددين واللي هن مهددين 100%. وخاصه نحن موجودين معنا يعني على 40 كيلومتر، مش مثلهم هن على 3000 4000 كيلومتر بالمبدا. اول فتره صار في طرح انه وجدوا باسبور سوري، رجعوا قالوا سوري ومصري، رجعت السلطات الفرنسيه لحالها وتقف ان اللي كانت اعلنت انه في مصري بالموضوع، سحبت الموضوع من دون اي اعتذار على اعتبار انه طلع جريح مصري. نعم. اللي اتهموه، والباسبور السوري بعده مش غامضه. ليش فجاه صارت، بدي عممهم بدي اقول اوروبا مش بس فرنسا، ليش فجاه صارت اوروبا بترمي التهم؟ لك اول شيء انا زلمي حتى بالواقع اللبناني لما بيصير في احداث من هالنوع على طول باخذ الحيطه والحذر. يعني ما فيك ب 24 ساعه تبلش تجزم بامور مثل يلي صار بفرنسا. اولا انا عندي بعتقد انه المدعي العام بيريز بالمعلومات اللي عطاها امبارح اكيد عطى فقط 5 او 10% من المعطيات يلي عنده اياها. صحيح. يعني بحاله امنيه مثل يلي عيشتها فرنسا من يومين اولت امبارح، لا يمكن انه يجي من رجل مسؤول سياسه وامن يعطي كل المعلومات بالرغم من انه نحن هنيك ببلد الحريات وحقوق الانسان. بغض النظر بس ما هي اطار امني، هي اطار لكن امني لما عندك امور لها علاقه بالامن القومي ما فيك تعطي كل المعطيات. واكيد إذا بدك تعطي كل المعطيات أو حتى وسائل إعلام بمكان ما بتساهم سلبا بتغطية لأنه بعطيك مثل، بيكون في عملية مثلا امبارح شو صار؟ اكتشفوا أنه إحدى السيارات التي استعملت جاية من ضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل. صحيح. وهلأ البلجيكية عم بلقطوا كثير عالم، وبالتالي إذا أعطيت هيك خبر للإعلام قبل بوقته، بينما كانت الشرطة البلجيكية عم تتحضر للهجوم ليعملوا عملية تدقيق بهذا المحيط الجغرافي، بخلص يعني عم تعطي رسالة مسبقة للإرهابيين موجودين ببلجيكا انه رجعين عليكم اهربوا. هيدي شاطرين فيها الأجهزة الأمنية. مزبوط. يعني عنا بي 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 البدي يقولوا بيفربوا على بعض. البدي يقولوا انه كمان بده يكون في تعاطي مسؤول وذكي وحكيم بهيك عمليات. انطلاقا من هون اليوم الشبكة، أنا اللي أنا حاسه إنه الأمور ما فقط أمور إلى علاقة بالداخل الفرنسي، لما عم نسمع إنه امبارح لقطوا شبكة إلى علاقة باللي صار بباريس ببلجيكا. صحيح. وهيدي مش أول مرة على فكرة، هيدي ثالث مرة بتصير. هيدا دليل إنه في صار ترابط ألمانيا بريطانيا بلجيكا وفرنسا، ويحكى كمان عن دول أخرى. وبالتالي حتى هون ما بقى فيك تحكي عن داعش، فيك تحكي عن الدولة الإسلامية الأوروبية مثلا، حكينا على العالمية هون بالتحديد الأوروبية، خلص هيدي التسمية راحت. في إرهاب تكفيري صار دولي منظم محصن خارق كل الساحات، حتى الدول العظمى صار خارقها، وشفنا شو صار ببريز. وبالتالي اليوم السؤال الكبير الذي يطرح، كيف، شو هي السياسة التي يجب أن تتبع إن كان بالصعيد بالملف السياسي الخارجي أو على الصعيد الأمني أو على صعيد الحرب القائمة ضد داعش بسوريا وغير سوريا؟ هون بدنا نشوف جدية تعاطي الدول للقضاء على هذا الإرهاب التكفيري. بداية من باريس، بالإذن من وليد بيك، اقتباس إلى أين؟ بداية تحول لسياسة فرنسا سياسيا أمنيا ودوليا، ماذا تعني؟ أول شيء في أصوات منا جديدة عم تطلع بالوسط السياسي الفرنسي بمعزل عن السياسة الخارجية، تطالب بإعادة النظر بسياسات داخلية كثيرة. أولا موضوع الجنسية، حق عطاء الجنسية، حتى إذا شخص خلق بفرنسا والمعطيات تقول إنه بيئته عائلته هي بيئة، تنستعمل عبارة المتداولة بلبنان، بيئة حاضنة لهذا الفكر الإرهابي أو التكفيري،
هون مثلا في أصوات فرنسية عم تريد أن تعيد النظر بإعطاء الجنسية بالقانون إعطاء الجنسية لهؤلاء الأشخاص، إنه خلص أنت في شك إنك تكون إنه هذا الشخص يكون إرهابي، وبالتالي حتى لو عنده حق إنه خلق بفرنسا على الأرض الفرنسية ما لازم نعطي، وبالتالي هذه إلى تداعيات كتيرة على الصعيد السياسي الداخلي الفرنسي. تاني أصوات يعني مجموعة من النواب كمان والأعضاء من الشيوخ عم بيطالبوا بأمور أخرى، مثلا إعادة النظر بشنغن وبفتح وسياسة الحدود المفتوحة على الصعيد الأوروبي. هون كمان في أصوات بدأت تطالب بأنه كل بلد يرجع يسكر حدوده، يرجع يعيد منطق الرقابة والمراقبة الذاتية على الحدود، وهيدا كمان إعادة النظر بكل التكوين الأوروبي من وقت ما بلشنا نشهد إلى وحدة أوروبا. هيدا بداخل فرنسا بلشت الحديث عن هكذا مطالبات. حاملة هذا اللواء هي مارين لوبين، لكن اليوم بلشنا نسمع أصوات باليمين المعتدل حتى عند اليسار إنه ما فينا نكمل بهذا المنطق، إنه فرنسا بلاد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحترمة. يعني هذا التفجير سلم باريس لمارين لوبين المتشددة، مش باريس، سلم فرنسا. أكيد إنه هلأ في انتخابات قريبا بستة كانون الأول، هناك انتخابات تسمى بالانتخابات المناطق الريجيونال، وفي يعني في انتخابات يقال إنه لأول مرة بتاريخ فرنسا اليمين المتطرف يمكن أن يكسب مناطق ما كان قبل مسيطر عليها بالسياسة. ما هي عم لك يعني سلم التفجير، سلم على فرنسا لمارين لوبين. يقال إنه في احتمال على 12 مقاطعة، فرنسا مقسمة إلى 12، إنه هناك مقاطعتين يمكن أن يدخلوا في حسابات الربح السياسي لليمين المتطرف في فرنسا. وبالتالي اللي عم بقوله إنه حتما في تداعيات على الصعيد السياسي الفرنسي الداخلي. هلأ بالإضافة لهالشيء، وما حدا يعني ما فينا نخفي استاذ مالك، انه الحراك الفرنسي النيابي ومجلس الشيوخ بالسنه اللي مرقت حراك كتير جدي، بمعنى انه الخرق يلي عم بيصير على مستوى العلاقه بالتحديد مع النظام السوري اجا شوي من قبل الألمان، لكن بكثافة مؤخرا من قبل الفرنسيين. بس اي جناح بفرنسا؟ كلهم فعم كلهم اجا نواب اشتراكيين واجا نواب من اليمين. ما هل بدي اسالك انا يعني مش اكثر يساري كان الخرق؟ لا حتى بفرنسي. عند اليمين مؤخرا كان تياري مارياني، ميشيل فوازان، هودي نواب اساسيين واقطاب اساسيين يمين معتدل. باليمين المعتدل اكيد مش يمين ماري لوبين ابدا. وبالتالي اللي بدي اقوله بهذا على هذا الصعيد، اجا كثير، اجا فرانسوا سال كمان، هذا يمين معتدل وسط، يعتبر بالوسط اليمين. يعني بمعنى بلشت أصوات تقول حتى مبارك الرئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون يلي يمثل هذا اليمين المعتدل كمان، حكي أنه أولا بدنا نبلش نقارب الملف الخارجي بعلاقة حميمة جدا مع روسيا. ثانيا، وأنا بعتقد في انتصار بيلي عم بيصير، يعني اللي عم بيصير على الصعيد الميداني، خاصة ما ننسى أنه الروس كده كمان دفعوا ثمن غالي بالطيارة الروسية. رح احكي أكثر عن سوريا وروسيا. وفازا أولا بارح الرئيس السابق للوزراء فرانسوا فيون بيحكي عن علاقة وطيدة وأخذ بعين الاعتبار ما تقوله روسيا بهذه المنطقة. اثنين، عن التنسيق، حكي عن تنسيق تام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا كلام جديد. وثالثا حكي أنه بدنا نبلش نفكر بتنظيم العلاقة بطريقة ذكية مع الرئيس بشار الأسد. هيدا الكلام ما عمره مبارح، هيدا الكلام كنا عم نسمعه من أشهر في الداخل الفرنسي، لكن بس ما كان عم بيقدر يوصل. اليوم لأول مرة أصوات أقطاب وأركان السياسة الفرنسية من مختلف الاتجاهات بلشت عم تحكي. هون التحول الخارجي هيدا اللي عم بحكي عنه. أوكي. وزيد عليه بشار الأسد لأول مرة بعد سنين بيطلع على الإعلام الفرنسي. يعني من يومين كان على شاشات التلفزة، عملوا معه لقاءات إلى ما هنالك. وبالتالي أنا بعتقد وبعت رسالة للشارع الفرنسي هودي، وحكي بطريقة كتير ذكية إنه يلي تعرضت له باريس بيوم واحد، يعني يوم الجمعة، نحن صرنا 5 سنين عم نتعرض له. وبالتالي عم بيصير في برأيي على تكوين رأي عام جديد في فرنسا يعيد النظر بكل السياسة الخارجية الفرنسية،
وهيدا الشيء اكيد رح يكون له تداعيات على كل الاصعده، لانه فرنسا منا جزيره معزوله عن باقي العالم. هيدا الكلام اكيد رح يتمدد على صعيد اوروبا بشكل عام، بالمانيا وببريطانيا و و و وهذا يعني هيدا الكلام سيكون تاسيس لمرحله جديده من السياسه الخارجيه، اولا الاوروبيه وثانيا الدوليه. وهيدا الشيء يلي نحن كنا عم، وهون برجع لكلامي الاول، لانه بعتقد انه السياسه الخارجيه الاوروبيه والدوليه بشكل عام بالتعاطي بالملف السوري بالتحديد، وبالتعاطي بملف داعش والتنظيمات الارهابيه الاخرى، ما كان ابدا على مستوى المسؤوليه الملقاة على عاتق هذه الدول، حتى هناك شك ان يكون هناك تماهي بين هذه الدول وبين هذه التنظيمات من خلال روابط معينة، من خلال دول عربية معينة أو من خلال قوى معينة. وصلتني لكن بدي أسأل عنه اللي هو فيينا، ما قبل تفجيرات باريس وما بعد تفجيرات باريس، ماذا تغير في مؤتمر فيينا اللي صارت جلسته مبارح؟ هل بات الإرهاب مادة أساسية؟ هل باتت داعش مادة أساسية قبل النظام السوري وقبل وجود الرئيس بشار الأسد كما تطالب أوروبا دائما، اللي هي هيدا المطلب الأساسي عندها في وجود الرئيس بشار الأسد في سدة الرئاسة؟ بدي أسأل عن هذا الموضوع أكثر قبل ما فوت بموضوع ماذا ستؤثر تفجيرات باريس على موضوع الهجرة غير الشرعية، على موضوع اللاجئين وعلى قمة العشرين. ونرجع بالقسم الثاني من الحلقة، منروح على الداخل اللبناني. بس ألين حلاق صارت جاهزة معنا من نقابة المحامين. ألين زميلتي ألين عم بتواكب انتخابات نقابة المحامين اليوم لنشوف آخر تطورات على الأرض. ألين صباح الخير. صباح النور مالك. نعم. كيف هي الأجواء على الأرض في المقابل؟ بالفعل يعني نقابة المحامين اليوم تشهد انتخاب نقيب جديد لها، الانتخابات تجري داخل قصر العدل. طبعا هنالك 4 مرشحين للنقابة، وهو أنطوان الهاشم، أو بالأحرى أنطونيو الهاشم، عزيز طاربي، ناظر كاسبار وبيير حنا. طبعا اللافت في الموضوع أن ناظر كاسبار وحده هو عضو في مجلس نقابة المحامين، لذلك فإن العملية ستتم كالتالي: سيترشح الهاشم وطاربي وحنا إلى عضوية نقابة المحامين، وفي حال فوزهم تستمر طبعا عملية ترشحهم إلى نقابة المحامين. اللافت في الموضوع أن هنالك شعارات عديدة رفعت من قبل المرشحين لنقابة المحامين، بمعظمها تصب في موضوع محاربة الفساد. هنالك مثلا بيير حنا وقد وزع مناصروه ومندوبوه وردة بيضاء على الداخلين إلى قصر العدل، مثلا يقول: وردة لعين الحق، شوكة في عين الظلم. نادر كاسبار أيضا هو مرشح لنقابة المحامين وقد رفع شعار القوة الهادئة. هنالك شعارات عديدة رفعت مالك. طبعا سنرى في سياق هذه العملية من سيفوز بالنتيجة ومن سيطبق شعاره. مالك، على كل حال بانتظار هذه النتيجة، أي ساعة بتسكر صناديق الاقتراع؟ صناديق الاقتراع طبعا بعد 5 بعد الظهر. أوكي. بعد أن تتم عملية كل هذه العمليات. أوكي، لكن بانتظار ساعات ما بعد الظهر لتبيان آخر النتائج على الأرض من نقابة المحامين. شكرا لك ألين حلاق على هذه المعلومات مباشرة من قصر العدل الملاصق لنقابة المحامين. أستاذ سيمون، ماذا تغير في مؤتمر فيينا؟ قبل تفجيرات باريس فيينا كانت تبحث في عملية سياسية، ما كانوا متفقين أساسا بالاجتماع الأول ولا الاجتماع الثاني، حول أو بالأحرى الاجتماع الأول كان أول اجتماع مبارح، الثاني ما كان حتى في اتفاق على الاتفاق، لم يتفقوا على أن يتفقوا. بالأمس تفجيرات باريس وكأنها غيرت المعادلة، صار تقريبا شبه اتفاق. ماذا يمكن أن يكون قد تغير في فيينا من بعد تفجيرات باريس؟ أول شيء بعتقد التغيير صار نتيجة فقط العامل الفرنسي، عامل التفجير في فرنسا. أستاذ خليني بس ذكر بهيك سرد تاريخي سريع منذ بداية أو نشوء الحرب في سوريا. مع احترامي الكامل للمنادين بالنظام، حقوق احترام حقوق الإنسان والتعددية في سوريا والحريات، ويلي أنا مش بس بسوريا، على مستوى
كل الكوكب الأرضي بتمنى أنه تعم هذه الثقافة، تعم كل العالم مش بس سوريا، كل بلدان عربية وبالتحديد بلدان عربية كبداية. لكن صار في تحول بالمشهد السوري من معركة، من ثورة شعبية تطالب بالحريات وحقوق الإنسان ورفع الدكتاتورية والظلم، إلى بين هؤلاء المنادين بهذه المبادئ ضد النظام السوري، وتحولت تدريجيا إلى معركة مع الإرهاب التكفيري. اللي بدي أذكر فيه هو تصريح المسؤولين الدوليين، كان إنه ما في حكي قبل خروج بشار الأسد وتغيير النظام. هيدا عم بعدني عم بحكيها بالتفجير البريزي الأخير. إيه ما هو عظيم. كان هيدا الموقف. بلشنا من مع التغيير بالواقع السوري، أو إذا بدك صمود الخريطة الميدانية على الأرض، إيه؟ النظام قدام هذه الهجمات، بلشت أصوات المسؤولين في المجتمع الدولي تتغير بطريقة تدريجية. رجعنا سمعنا مؤخرا أنه منقبل بمرحلة انتقالية بحكومة وحدة وطنية أكيد برعاية الرئيس بشار الأسد. وفيما بعد الانتخابات هيدي كانت في نص اتفاق عليها. بس اللي بدي أقوله أنه بلشنا نسمع هذه الأصوات حتى من مسؤولين أوروبيين كانوا أكثر شراسة بمعركتهم ضد شخص بشار الأسد ونظام السوري القائم. وبالتالي مع التدخل الروسي وبتدخل السخوي وطائرات السخوي وهذا التعاطي الجديد من قبل روسيا مع الواقع الميداني بسوريا، بلشنا نسمع أصوات كمان أكتر وأكتر كانت خافتي بلشت تطلع إنه يمكن ما فينا نلاقي حل إلا من خلال التعاطي والتنسيق والتواصل مع الرئيس بشار الأسد. فنالك تعالوا تفضلوا على طاولة، بارح بنسمع إنه من هلا لست اشهر نعمل حكومة وحدة وطنية، صحيح، وبعد 18 شهر نعمل انتخابات رئاسية وبيكون الخيار هو خيار الشعب السوري. طيب أنا سؤال، إذا بكرة الشعب السوري بأكثريته المطلقة بصناديق الاقتراع صوت لصالح بشار الأسد من أجل أن يبقى رئيس لسوريا، رح تسمع صوت بيقول نحن نعترف بهذه الانتخابات والرئيس السوري أصبح عنده شرعية شعبية، مع العلم أنه كنا منتمنى أنه ما يكون. صحيح. يعني اليوم رح نوصل لهالنتيجة إذا كانت النتيجة متوافقة مع القرار الأوروبي، إلا إذا بالخلال بالمرحلة الانتقالية الرئيس بشار الأسد اختار طوعا الانسحاب إلى هذا غير موضوع. بس اللي بدي أقوله اليوم أنه بلشنا نسمع كلام جدي وكلام مسؤول من قبل هذه الإدارات الدبلوماسية بكل بلدان أوروبا وبكل بلدان العالم أنه صاروا بيحكوا باحتمال أن يبقى الرئيس الأسد. وين كنا بال2011؟ وين صرنا بال2015؟ وين رحينا 2016؟ هل باتت داعش ملف أساس على المفاوضات بعد أن كانت تغيب في كل الجلسات السابقة؟ أكيد. اليوم تفجير بريز ممكن يرجع يحطها على طاولة المفاوضات بدل النظام السوري؟ بدك لك شغلي؟ إيه؟ شئنا أم أبينا؟ أولوية الأولويات، الملف الأول اليوم المطروح على طاولات الحوار بكل بلدان العالم هو داعش. بالسياسة الخارجية أكبر من داعش هو الفكر التكفيري الذي يتمدد. الخطر أوروبا خايفة؟ أكيد أكيد. طيب هذا أستاذ مالك بدي أقول لك شغلة، القصة منا فقط قصة انفجار وانفجارين، قصة أنه في فكر كان في 100 واحد معتنقينه اليوم صاروا 1000 و2000 و10000 و100000 ومليون ومليونين. ما لي هذا الخوف من تأثيره؟ بس تقول لك شغلي، انا لما بالها 800 700 اسم اللي عم بحكيك عنهم في فرنسا، هناك اشخاص ينتمون الى الطائفه المسيحيه يتمتعون بثروات هائله وقدروا استقطبوهم. هون الخطر. يعني قصه محاربه داعش او محاربه هذا الارهاب منه فقط محاربه ميدانيه امنيه، هو كمان محاربه فكريه. ما فينا نخلي هذا الفكر يفوت بروس أو ضمائر، إذا فينا نسمي ضمائر الأشخاص يلي عندهم إشكالات معيشية، عندهم إشكالات حياتية، يعني مثل مخيمات فلسطينية أو غيره، أنه هذه البؤر يلي عايش أنت بحالة التعاسة الاجتماعية بحالة العوز، أنه الإرهاب يصير هو الـ بدي يعني الـ
المستند أو المرتكز الوحيد لهؤلاء الأشخاص، أنه ما عنا إلا نفوت مع هذه التنظيمات لنأمن تنأمن عيشنا الكريم إلى ما هنالك. هذا خطر منه فقط على المجتمع اللبناني والمجتمعات العربية، صار موجود بالمجتمعات الأوروبية في كل ضواحي العواصم الكبرى، بمارساي وباريس وبليون، وعم بحكيك بفرنسا، فيك تروح على فرانكفورت وبرلين وعلى بروكسل، و بتبرم على كل هذه الضواحي هذا الفكر يلي شفناه بعرسال. هيدا الفكر الموجود بتخوم عرسال من قبل التكفيريين موجود كمان موجود بكل بلدان العالم، الكوكب كله صار معشعش فيه هذا الفكر، وبالتالي صار فيه مسؤولية دولية، صار فيه أزمة كوكب مش أزمة لبنان، هيدا أزمة بولو. حدود مش وأزمة داعش إيه؟ مش ناك حكيك عن الدولة الإسلامية العالمية داعش. طيب في جزء من تحميل المسؤولية أو من الأصوات بدأت تخرج في فرنسا وفي أوروبا تحديداً عن موضوع المهاجرين غير الشرعيين، عن موضوع اللاجئين، عن موضوع هذا الحشد اللي صار اليوم بداخل أوروبا. أدي ممكن يأثر موضوع تفجيرات باريس على هؤلاء اللاجئين، علما أنه قد يكون جزء كتير كتير كبير منهم ما خصوا فعلا هربان لحياة أفضل، يعني اللي هرب وحمل أولاده وكان عم بقطعهم ليموتوا، يمكن عم بياخدهم على حياة بعيدة عن الموت مش رايحين. ولسوء الحظ صرنا نحن كلبنانيين جزء من هذه المنظومة، منظومة الهجرة غير الشرعية، الغير الشرعية صحيح. من خلال بواخر ومن خلال القوارب يلي عم تاخد الخطر، بتشوف عيال كلها من كلها عم تروح وعم بتروح وعم بتموت كمان. بس هي الفكرة قد ممكن يأثر اللي صار؟ أكيد بدها. أنا لما عم بحكيك أستاذ مالك عن إعادة النظر بسياسة مراقبة الحدود وأن الأمور ما بتبطل فقط حكر على بس اليوم توزعوا، اليوم انتشروا اليوم اللاجئين انتشروا، يعني ألمانيا صار عندها كمية، صارت عم تعرف كيف تعالج الموضوع معهم، عم تسعى لمعالجتهم، يمكن فرنسا بالعدد الأقل، بس اليوم اليونان كلهم ألمانيا كلهم ما بقى فيك تحكي عن بلد بمعزل عن ونعمل لقاء يعني قمة أوروبية بمالطا كرمال هيدا الموضوع صحيح لهيدا الموضوع، للدليل على قدي صار مهم وقدي صار يشكل خطر على هذه المجتمعات. لا شك بطبيعة الحال مالك، ما نضحك على حالنا، مش جديد القصة، عطول الأشخاص اللي بيعيشوا ببلدان فقيرة حلم وطموحهم يروحوا على بلدان غنية صحيح تيأمنوا لألهم ولولادهم حياة كريمة، والمواطن اللي عم بترك لبنان وسوريا وغير هذه البلدان عم بيروح على أوروبا عم بيروح من أجل أنه أنا عايش ببلدان غير مستقرة، ببلدان ما عم بتأمن لي حياة كريمة اقتصادية معيشية حياتية، وبالتالي عم بفكر انه اذا رحت لهنيك عم روح على الالدورادو على الجنة، وبيعتبر انه الانتقال من هذا الموقع الجغرافي التعيس اذا هذا الموقع الجغرافي رح يغير لي حياتي، وعلى هالطريق عم بيموتوا كتير بالبحر والى ما هنالك. اكيد انه رح يكون هناك سياسة جديدة من قبل هذه الدول الاوروبية بموضوع سياسة اللاجئين. اوروبا بشكل عام تعتبر انه هي ام احترام حقوق الإنسان وأنه عطول عندهم مقاربات إنسانية لهذه الملفات مزبوط، لكن بذات الوقت لما بيصير عندك خطر داهم ومكمنه هو صار الداخل الأوروبي أكيد في إعادة نظر، في إعادة نظر أكيد في إعادة. وفي قمة التحالف اليوم أو مش قمة التحالف، في قمة العشرين اليوم قصدي ضيعنا، قمة العشرين اليوم تعقد في أنطاليا في تركيا. هذه القمة ستجمع الرئيس الروسي بالرئيس الأمريكي بالعاهل السعودي بعدد كبير من الرؤساء على رأسهم رجب طيب أردوغان. ماذا لهذه القمة من تأثير على المنطقة؟ أكان على الحرب ضد داعش، على القصف الروسي، قصف قوات التحالف، أم حتى على واقع أوروبا بعد تفجير باريس؟ أول شيء رمزيتها بانعقادها بتركيا، يعني اليوم حتى الإرهابيين يقال أنه أحد الإرهابيين يلي فجر حاله بفرنسا مرق بتركيا من تركيا قبل ما راح على اليونان ومن اليونان راح على باريس اليوم. وكمان لما بتشوف أنه الحدود التركية هي الممر الطبيعي صار للإرهابيين بين تركيا أو بلاد الغرب أو حيالله بلد والداخل السوري، اليوم تركيا صار عندها موقع استراتيجي، عم بحكي على الصعيد الجغرافي أولا والسياسي ثانيا بموضوع الإرهاب. يعني الكل متفقين أنه تركيا كانت عم تعطي تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة
مسؤولي او غير مسؤولي، بيعتمد الاعتبار يعني المصطلحات والمفردات اللي بدك اياها. تركيا كانت معتمده سياسه التماهي بالموضوع الارهابي. ايه اليوم ان تعقد القمه في انطاليا، لكن ما عم نشوف انه حتى بتعرف مثل قصه بن لادن والقاعده، انه كان بن لادن ورقه امريكيه بصراعه مع الاتحاد السوفيتي لما كان في احتلال روسي او سوفيتي لافغانستان، شفنا كيف تحولت من ورقه امريكيه الى مارد كبير، وشفنا تداعياته ب 11 ايلول. وبالتالي اليوم هلا عم نسمع كمان الزميله عم تحكي عن انتحاري بتركيا. صحيح، بتركيا، وكلنا عم نشوف الهجمات يلي عم بتصير كمان في الداخل التركي من تقريبا 3-4 اشهر. وهيدا دليل انه ما حدا، ما ولا دوله حتى لو فكرت حالها انه عم تتعاطى ايجابا في هذا الموضوع، انه عم يلا عنا علاقه مع عليه هيك فتحين خطوط مع النصره او فتحين خطوط مع داعش او ما بعرف شو لحمايه حالهم، كله بده يكونوا كمان عرضه لهذا الارهاب. وبالتالي كمان تركيا مدعوه، والدول المجتمعين بتركيا مدعوين يعملوا الضغط ويكونوا صريحين. ما بقى في مزح بهذا الموضوع، كلهم صاروا مدعوين الى انشاء جبهه دوليه كونيه عالميه اللي بدك سميها لمحاربة الإرهاب، وتركيا بس مسؤولة. بس 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 ما كمان ما فينا ننسى حضرتك قلت إنه تركيا من مؤسسي هذا الموضوع. ما قلت لا. كيف 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 إذا هي أسست شيء بدها تنقلب ضده؟ أنا عم بعطيك مثل كيف صار ببن لادن وأمريكا. شفنا كيف انتهت وكيف 11 أيلول غيرت السياسة الأمريكية بهذا الموضوع. اليوم تركيا كمان مدعوة لإعادة النظر، إلا إذا اللي عم بيصير في إذا السياسات التكفيرية هي السياسات التي تروج إلى تركيا بطريقة خفية أو بطريقة رسمية، هذا صار غير موضوع. لكن بده يكون في ساعتها إذا تركيا بدها تكمل بهذا المسار وبهذا النهج، ودفعنا حقه كتير غالي، صار في مسؤولية قدام كل المجتمع الدولي تجاه تركيا وغير تركيا. جاي المجتمع الدولي كله على تركيا. عظيم. اليوم بدنا نشوف إذا رح يكون هناك، وأنا متوقع بالرغم من كل الانتقادات اللي عندي على السياسة الفرنسية الخارجية من 4 سنين لهلأ، متوقع أن نتيجة ضربة يلي انضربت فيها فرنسا أن يكون عندهم كلام قاسي بهذا الموضوع. شو بده يكون عندهم كلام قاسي؟ لوران فابيوس ما كان يجتمع معهم لقيادات داعش والنصرة على الحدود التركية السورية. أنا عم بقلك اليوم أنه متوقع حضرتك من لوران فابيوس أنه يجي إلهم للأتراك انتبهوا أنتوا كبرتوا مارد لازم ننقلب ضده؟ ما هو جزء من اللي كبر هذا المارد. لوران فابيوس جزء من اللي كبر هذا المارد. كل المجتمع الدولي مسؤول، كل المجتمع الدولي مسؤول. أنا يعني اسمح لي كون يعني أنا مني غبي ومتعلم وفت على المدرسة. أنا بدي أسأل، طيب كل المجتمع الدولي قبل ما تدخلت روسيا قال يابا عامل تحالف طويل عريض لضرب داعش بسوريا والعراق. طيب في منطقة اسمها كوباني، كان الغرب أمريكا وبريطانيا وفرنسا كل العالم عم تضرب، وكل يوم نسمع انه تقدم لداعش بكوباني. فيك تشرح لي أخذوها كلها. فيك تشرح لي خلال أشهر وأشهر معارك المجتمع الدولي كله على كوباني وداعش عم يربح بكوباني؟ يعني أنا بسأل حالي، يا عم يضحكوا علينا يا عن جد هني فشلين. بس أنا قراءتي لأني ذكي أنه عم يضحكوا علينا. كان هناك كان سياسة دولية ما تبع حدا أكتر. سنجار، جبل سنجار بالعراق كمان كله عملوا ندب لهذه الحالة من تهجير أهالي سنجار الأيزيديين، وبعثوا مساعدات وطلعت طيارات، عملوا منه قضية الأمريكان والأوروبيين. في عنا سنجار الأكراد اللي حرروا. أوقات بتشوف أنه بيبعتولنا، ما بعرف مشكلتك أنه ما فيني وثقة أو صدق يعني ثبت مصداقيتها، أنه أوقات في قوافل لداعش عم تنتقل من مدينة لتانية تحت الرعاية، رعاية الطائرات الغربية. هلا في حدا كان حاطط فيديو امبارح عم بعطيك انه ما بقدر ما بقدر اباتشي فوق الموكب، هو بعدني عم بقول انه ما بدي اكدها ولا بدي انفيها. بس انا لما بشوف انه كل المجتمع الدولي عم بيحارب بسوريا ضد داعش وداعش احتل 3/4 سوريا، لا في شيء كذب كبيره عم بيكذبوا علينا كثير، ونحن منا لهالدرجه اغبياء. بعد في عالم عندهم وعي وعندهم إدراك وبيعرف يقروا سياسة. أنا برأيي أستاذ مالك، المجتمع الدولي كان عم بيراهن على خلق هذه العصبيات، هذه الغرائز المذهبية، لخلق
صراع داخلي بكل منطقة الشرق الأوسط، هدفه الأساسي إسرائيل ضل مرتاحة. أمن إسرائيل. كل هذه الدول العربية تخبط بعضها ببعضها. نجحوا. من أكيد نجحوا. نجح. خراب. أنت اليوم جيب لي شي بلد عربي عايش بحالة استقرار. ما في. جيب لي شي بلد عربي ما عم بيصير في ذبح بين مواطنيه. خلقوا الفتنة السنية الشيعية عم بي وعمموها على مستوى كل المنطقة. وبالتالي الهدف الأساسي أولاً عم بتريح إسرائيل. إسرائيل هلأ في معارك بإسرائيل، في انتفاضة بفلسطين. لو ما انتفاضة السكاكين إسرائيل بس بعدنا ما بنسمع فيها، ما بنسمع فيهم يعني هيك تنزل لك 3-4 أسطر. هيدا أول هلأ شيء. من شوي بس على سبيل المثال، على سبيل المثال للحصر، من شوي 44 إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى وعم بيدنسوا التعتيم الإعلامي الكامل. تاني شيء استاذ مالك، هو قمة إنطاليا سوق الاستهلاكية للسلاح للرئيس السوري. انت بتعرف انه البلدان اللي بتتعاطى يلي هي بتنتج وبتصدر السلاح الدول المتقدمة صحيح تقنيا، يعني المجتمع الغربي الأوروبي بالتحديد عم تبيع السلاح. هيدا بتوصل وقت سلاحها صار بده ينتهي صلاحيته وما قدرت بعته كمان. هذه الأسواق بتبيعه وبترجع أسواق استهلاكية، يعني عم يضربوا 700,000 عصفور بحجر واحد. وبالتالي خلقوا لنا هذه القلاقل بمناطقنا بأوطاننا العربية. لسوء الحظ أنظمة عربية لعبت هيدي اللعبة بذات الوقت. أموال يعني الغنى العربي وبالتحديد الخليجي يلي هو جاي من البترول وين كله محطوط بأي مصارف، يعني مسيطرين عليك أمنيا، حاطين لك التنظيمات الغربية تسلوا فيك وانت اموالك عندهم بيحطين سيطرة كاملة على كل مقدرات الاوطان العربية. وبالتالي خليني اقول انه يعني بمختصر مفيد، مثل واحد عطوه سكين اخده عم ينحر حاله. هيدا نحن الصورة نحن عم نعيشها اليوم كعرب. بعد الفاصل الإعلاني بدي فوت على الملف الداخلي. الكثير من الأسئلة حول تفجير برج البراجنة، حول الجلسة التشريعية، حول الحكومة، وأسئلة وصلتني على تويتر. في علي لقيس بيسأل هل انتظمت العلاقة مع الرئيس بري أو لازالت عن بعد تحتاج إلى حمام زاجل. قائد فيلق تويتر عباس زهري بيسأل سيترشح العميد روكوز لرئاسة الجمهورية، والكثير من الأسئلة رح أسألهم بعد الفاصل الإعلاني. فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث. وضيفي عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمو أبي رامية. سيمو، قبل فرنسا كانت برج البراجنة هدف لنفس الإرهاب. هلأ صار كتير حملة على فيسبوك، يمكن مش لازم نفوت بهذه التفاصيل، بس اليوم أنه نشوف لبناني متضامن مع علم باريز وحاطط على الفيسبوك علم باريز، وما شفنا هذا التضامن في الداخل اللبناني. كان في تضامن. في تضامن. هلا هو كان لافت انه لاول مره بيكون هذه المروحه من التضامن الواسع. يعني شفنا لاول مره حملات تبرع بالدم بطريق جديد، حمله تبرع بالدم بطرابلس، كانت كثير اوسع حمله التضامن. بس اليوم برج البراجنة ليه ما أخذت منحة إنساني مثل طريق مثل 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 فرنسا؟ اسمح لي عكسك الرأي. بعتقد بلبنان صار فيه بموضوع برج البراجنة تضامن واسع وأخذ بعده السياسي وبعده الإنساني وكل الأبعاد المطلوبة. أولا بعتقد لبنانيين قد منهم عايشين حالة قلق نتيجة الإشكالات السياسية والاحتقان السياسي، كانوا مطمنين باله انه على قليلة الموضوع الامني ممسوك. يعني كانوا عم بيقولوا اوكي في خلاف سياسي بالبلد، في اشتباك سياسي، بس على قليلة عم نقدر نروح ونجي، ما في اشكالات امنية. واجا هذا الانفجار ذكرهم بواقعهم انه لا، نحن في عنا ارهاب موجود. صحيح. مثل ما قلت على بعد كيلومترات 40 كيلومتر، لا ويحول برج البراجنة وين ما كان. وبالتالي هالشي خلى اللبنانية يحسوا بالخطر وياخذوا هذه المواقف الانسانيه السياسيه الوطنيه، انه لا يا اخي نحن بنهايه الامر ما في هون سني وشيعي ودرزي ومسيحي والى ما هنالك، نحن كلنا لبنانيين. على فكره انه راح قتلة كثير، وحابب اليوم اقول لك نحن بجبال دفعنا غالي كمان. نحن اكيد عم نطلع عنا البعد الوطني، لكن عنا 5 شهداء راحوا بعلاء عواد، نرجس عواد، بعلمات الطفل علي، الأنسة روان عواد، وبالإضافة لأحد العسكريين بالأمن العام محمد خير الدين يلي اليوم كمان بأدي لهم واجب التعزية والعزاء لشهدائنا وأهلهم. بس اللي بدي أقوله أنه
في كان موجة تضامن أنا شفتها لأنه كنا بمجلس النواب بلحظة الانفجار وتاني يوم الانفجار الجلسة. وهالشي صار في تعبير عنه واضح من قبل كل المسؤولين، وردة الفعل الإيجابية كمان على الصعيد الأمني، يعني امبارح كلام السيد حسن نصر الله، التحرك السريع للمعلومات بقوى الأمن. صحيح. ما ننسى كمان الأمن العام مشكور اللي واقع بس إبراهيم كل يوم يومين يلي بيتابع الصحف ووسائل الإعلام بشوف عم بيصير في وضع اليد على والقبض على خلايا إرهابية موجودة على مساحة لبنان. يعني هذا التفجير زاد كمية الوعي عند اللبناني إلى ما يحيط به، كمية الوعي وكمية التضامن. أوكي. يعني بعتقد كانت كتير مع معبرة. تعطيك مثل، لأول مرة بعد انفجار ما بنسمع رموز تال المستقبل مثلا يلي عطول كان عندهم نقفة على موضوع حزب الله ومشركته بالمعارك بسوريا، لأول مرة لم يتم الحديث عن هذا الموضوع. يعني بعدوا إذا بدك التجاذبات السياسية عن الواقع الأمني والواقع الوطني، وهذا الشيء أكيد يوجي يعني إن شاء الله يكون بداية وعي لكل المسؤولين إنه ما بقى نتلهى بأمور سياسية ونفوت بمنطق النكات السياسية لما عنا دم مواطنين لبنانيين يسال على الأرض اللبنانية. يقال إنه هذه الشهادة، دم هذه الشهادة قد يسرع في الوصول إلى تسوية سياسية احتراما لأرواح الشهداء، مظبوط؟ ليك لا شك، لا شك إنه كل حدث من هذا النوع بيخلينا نرجع إلى ضمائرنا وننسى محاكاتنا ومزايداتنا وحساباتنا الصغيرة. لكن بالنسبة لنا ثوابت التسوية أو ثوابت، يلي أنا ما بحب كلمة تسوية، بحب كلمة الحل. إيه بس ما هو بلبنان من أي متى كان في حل؟ نحن كل عمرنا بلد التسوية. ثوابت الحل بالنسبة لنا كتار وطني حر مطروحين ومعلنين على الطاولة وخارج الطاولة بالإعلام وخارج وسائل الإعلام هن ذاتهم، على الاحتكام إلى الشعب والعودة إلى القواعد الطبيعية للدستور اللبناني، للأصول الطبيعية من خلال احترام الدستور، من خلال احترام حق التمثيل، من احترام الميثاقية. هودي واضحين وماشيين فيه. عظيم. بس كيف يمكن أن تفسر لي أنه مبادئ ثابتة وقلتوا ما بننزل على جلسة تشريعية بلا قانون انتخاب، نزلتوا على جلسة تشريعية بلا قانون انتخاب؟ لا، إذا بدك أول شيء نحن منا عايشين كمان بجزيرة بعيد كل البعد عن الواقع الوطني. أولا قانون الانتخاب فقط للتذكير، صار في تعهد من قبل كل الكتل والقوى السياسية أنه بعد ما ننهي تشريع الضرورة يلي كان بأكتريته تشريع مالي له علاقة به، وهون أنا كان عندي كلمة بالمجلس النيابي إذا بتسمح لي بس بين هلالين، مزبوط في منظومة دولية جديدة على الصعيد المالي، إن كان مكافحة تبييض الأموال، مكافحة تمويل الإرهاب، تبادل المعلومات الضريبية، نقل الأموال عبر الحدود إلى مهنة، كل هذه القوانين اللي صوتنا عليها. أنا نائب بلاد جبيل وأنا إلي شرف أن أكون على المقعد النيابي اللي تبوأه قبلي العميد ريمو قدي يلي كان ضمير لبنان، ويلي باعتراف خصومه قبل اللي معه هو كان أب قانون السرية المصرفية يلي عم عطى هذا الازدهار للبنان. وقلت كلمة بالمجلس النيابي أنه اليوم عم نصوت على، نعرف أنه بطلنا بسنة 56 سنة بال 2015، لكن قانون السرية المصرفية اللي جاب الاستثمار إلى لبنان، يلي جاب رؤوس الأموال لبنان، اللي أمن الازدهار في لبنان، بلشنا اليوم نضربه بطريقة تدريجية. كان اعتراف رئيس سنوري المزبوط الشيخ بطرس حرب إلى ما هنالك، وبالتالي صوتنا على قوانين إلى علاقة بمنظومة مالية دولية تما نكون على هامش هذا المجتمع. بس هذه القوانين بتأذينا، بتأذينا، هيدي بتمس بسيادتنا المالية، بسيادتنا النقدية. بس لسوء الحظ منا لوحدنا، كل 180 دولة موقع على كل هذا الاتفاقيات. بس هو سؤال إنه موضوع مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، نعم، صار له من 2001 بلبنان، نعم، ليش 14 سنة ما أقر وانزرك؟ لا 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 كان موجود، لا لا عفوا كان موجود أقر بال 2001. إيه؟ بس اليوم في تعد، اليوم تعرف في مجموعة جافي الدولية صار في تعديلات على مشروع الـ FATF، كمان مجموعة دولية إلى ما هنالك عاملين تعديلات وطالبين بكثير من الأمور بتوصيات، وتعرضنا لكثير من المساءلة من قبل هذه المجموعة. وبالتالي بنهاية الأمر كمان ما فينا نحن نتيجة تعنتنا، وانتبه أنا
أنا هذا سألت السؤال لوزير المال إنه ما هو التأثير المباشر لهذه القوانين على إذا ما أقريناها؟ كان واضح إنه أول شيء إذا بكرة أول شيء ببطل فيك تعمل التحويلات مثل ما لازم بتسكر على التحويلات المالية إذا اللبنانيين عايشين برا خفض تصنيف لبنان كثير لبنان. أمور سلبية أكيد لأنه لسوء الحظ اسمح لي لك صرنا عايشين بظل الدكتاتورية الأمريكية المالية نحن لكن ما بنقدر نطلع منه ما بعرف كيف فينا نحن كبلد في حال عن جد بدنا نروح للآخر باحترام سيدتنا المالية وسيدتنا النقدية أنه نكون لوحدنا عم نغرد خارج السرب الدولي هيدا مطلوب صار دوليا وبرأيي عم نسلم كل دول العالم سلمت مقدراتها النقدية وسيادتها المالية إلى البنك الدولي المركزي لا البنك الأمريكي بس لا ما هو البنك الدولي وين وبالتالي يعني تكون مربوط بسياسات أمريكا هذه هي هذا هو النفق اللي فوتونا فيما فينا نطلع منه مضطرين فإذا تشريع ضرورة بس تكملك فإذا قانون الانتخاب في تعهد وطالما كمان في كذا قانون انتخاب والرئيس بري أخذ مبادرة إنه رح نعمل لجنة لمتابعة نقاش حول هذا القانون ونحن والقوات اللبنانية بنفس جديد كمان بالعلاقة يمكن يساهم كمان بخلق شيء ما نحن وياهم بهذا الإطار زيد عليه تعهد تيار المستقبل حول هذا الموضوع بالتحديد خلونا نقول إنه نحن لن يعني ما بدنا أبدا حدا يصور التيار إنه التيار الوطني هو معطل الأفاق التشريعية اللي بتسمح لبنان إنه يكمل مشواره بالمجتمع الدولي نكون نحن المسؤولين عنه سؤالين حول هذا الموضوع بداية قلت حضرتك إنه في تعهد بأنه يكون قانون الانتخاب مطروح وصار في توصية بمجلس النواب صار في توصية حول هذا الموضوع صح 2005 لما رجع الجنرال عون هلا أكيد بدي أحكي كانت أول طرح له قانون الانتخاب 2009 قبل الانتخابات اعترض الجنرال عون على أنه ما في قانون انتخاب قانون انتخاب غير عادل التمديد الأول يلي حضرتكم رفضتوا التمديد الأول سكتوا على الحمل اللي كنتوا عم بتشنوه على التمديد بالأول لأنه وعدتوا بقانون انتخاب صح؟ التمديد الثاني ما سكتنا عملنا اللي عملنا لا عملك وعدتوا بأنه أول دستوري وعملنا بس أنه شو كان الوعد؟ أنه أول مشروع للمجلس الجديد هو قانون انتخاب وبيستقيل مجلس النواب من بعدها بس نعمل قانون انتخاب لنشكل قانون انتخاب جديد التمديد الثاني شرحه أول شيء بشكل جلسة تشريعية مزبوط شرحه بدك لك شغلة هل قد بتسكتوا على الوعود لا انتو؟ بس بدك لك شغلة أول شيء بشكرك لأنك لوحدك ذكرت بكل الوعود الكاذبة عم بنصفكم أنا معك أنا معك إنه أنتوا بترفضوا كل هذا الشيء بشكرك بس عم بسألك هل قد بتسكتوا على الوعود؟ لا ما رح نسكت رحلك شغلة أوكي قراءتنا نسي إنه إحنا كنا مقاطعين الدولة اللبنانية لما كان في احتلال أنا من 2005 عم بحكي أنا حاسب بس رحلك بس بدي أرجع لهذه الحقبة من سنة 92 لل 2015 يعني اليوم وبكرة جاي نحن على أبواب 2016 بال 2017 في انتخابات لم نرى قانون للانتخابات يجسد عن جد الحالة التمثيلية للقوى السياسية لدى الشعب اللبناني هناك دائما سطو على مقاعد نيابية وتغيير 100% وتغيير لكل الواقع الشعبي بمجلس النواب لكم 10 سنين أكبر تاني كتلة بمجلس النواب بس خليني أقول لك أساس السلطة بلبنان هو مجلس النواب صحيح إعادة تكوين السلطة ببلش بمجلس النواب صحيح بس عن شرط يكون هذا المجلس على أساس صح يمثل بدقة وبطريقة صحيحة نبض الشعب اللبناني وواقع الشعب اللبناني متفقين لهلا عظيم نحن شو عملنا بالسبع أيار 2008 دم ومشاكل وقلاقل وكنا على أعتاب حرب أهلية بلبنان رحنا على الدوحة غيرنا قانون غازي كنعان قانون الألفين اللي اعتمد بالألفين وخمسة ورحنا على قانون آخر اسمه قانون الدوحة اللي هو قانون الستين معدل هيدا كان وقتها لو ما عملنا التنازلات يا استاذ مالك ما كان يعني كنا رجعنا من الدوحة فارغين يا ورجعنا كملنا حربنا في لبنان صحيح وقتها قلنا كان ضرورة نمشي وقتها. بهذا القانون كان في بمحاضر الجلسات كلمة أساسية هي كلمة السر
بالنسبة لألي لحيالة تمثيل صحيح هو اسمه النسبية. صحيح. وقتها كان في وأنا كنت بالدوحة وكان عم ينحكى دايما أنه الخطوة الثانية خلينا نقطع هالمرة والمرة الجاية أكيد عظيم. نسبية. اليوم من 30 سنة لهلا ولا مرة وصلنا إلى قانون انتخاب يمثل الشعب اللبناني. أساساً الطائف بنص على النسبية. بس تقلك مجلس النواب أصلاً الطائف ما بنص على 128 نائب، بنص على 108. أنا بيضحكوني بعدهم لهلا الطائف المقدس واللي ما يجب عدم المس فيه وما بعرف شو ثلاث أرباعه لا يطبق طبقوا. واللي طبق منه مطبق غلط. طيب. بس أنا بدي جواب على سؤالي. بس أنا هل قد بتسكتوا على الوعود؟ طيب لحظة صغيرة، نحن لن نسكت. اليوم إذا قالوا لنا أنتوا فقط عم بهمكم مجلس النواب والتمثيل ولبنان رح يصير على هامش المجتمع الدولي المالي إلى ما هنالك. إمنا نحن شاركنا. إكزامبل مش أول مرة. أنا مع مالك. أنت قلت إنه تشريع الضرورة. التخوف تبعنا هلا. تبعنا هلا. إيه؟ إنه يمرجحوا فينا. ومن شهر لشهر. مش تخوف. من سنة لسنة. رح هلا. يا بدون يوصلونا ل 2017. يا مع تمديد جديد. إيه؟ يا مع إنه أساس بانتظار انقشاع الضباب الإقليمي، عرفت كيف؟ عطول بيخلولنا حبل الصرة. ملحوق بسوريا وبالسعودية وبإيران وبما بعرف شو بأي ما بعرف أي منظومة كمان وأي محور وأنتوا رح تسكتوا يا أستاذ مالك. لحظة تبليك أنا لو معي خمسة هذه مسؤولية الشعب اللبناني كمان. ايه. اليوم بقانون اللي صار بالانتخابات 2009 لما نحن كنا دقينا ناقوس الخطر حول هذا الموضوع. طيب في مسؤولية كمان عند الشعب اللبناني. الشعب اللبناني بده يحاسب مسؤولية لما بيسمع أنه في طيار وطني حر عم بقول عم بحارب فساد مستشري من 30 سنة عم بجرب عمل إصلاحات في على الصعيد النظام السياسي لما عم بدي أعمل لك يا شعب لبناني يا مواطن لبناني قانون انتخاب بمثلك. طيب بتجي الانتخابات ما بتعطيك الأكثرية المطلقة لأنه الانتخابات جاية على قياس ما ليه بتكون تحملوا الشعب مسؤولية بدل مفصلة على قياس حدا. بتسمح لي؟ ايه؟ بتسمح لي؟ تفضل. حتى في ظل قانون الدوحة أو قانون الستين ما عليه المواطن ببيروت أو المواطن بعكار أو المواطن بالنبطية بظل حتى هذا القانون الأعوج كان بيقدر يغير معادلات. كيف تغير؟ وهي جاي محادل وأنتوا كنتوا جزء منها. أنتوا اللي حاربتوا هذه المحادل يا أستاذ مالك. أنتوا اللي قلتوا أنه هذه مالك. محادل يا أستاذ مالك. ببيروت في 25 نايب 29 نايب ببيروت. طيب شو كان بيمنع المواطن اللبناني بمحافظة بيروت انه ينتخب لو احنا اللي اعطينا الاكثريه؟ انا صرت مؤمن لن يكون هناك اصلاح في لبنان ايده للتاريخ، لن يكون هناك اصلاح في لبنان، لن يكون هناك تغيير في لبنان الا من خلال الحصول لاكثريه اصلاحيه من 65 نايب. وكل شيء عم بيصير بلبنان من 30 سنه لهلا من اجل عدم اعطاء يعني المواطن اللبناني حق ايصال 65 نايب، يعني الاكثريه 50 زائد 1 من اجل تغيير واصلاح نظامنا في لبنان. طيب. علي شمس يسال اذا حصلت تسويه في البلد هل سيقبل التيار بالتسويه اذا لم يكن رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون؟ نحن اليوم مرشحنا منه ميشيل عون لانه شكله حلو او شعراته حلوين او عناج الزبين. العماد عون مرشح التيار لما يمثل من تاريخ وطني ولما يمثل من بعد مسيحي. وهيدا الشيء ما بقى نحن قبلين نسكت عطول. بتيجي وقت التسويات فقط لما بنوصل على رئاسة الجمهورية. من سنة 90 لهلا رؤساء الجمهوريات يلي اجوا مع احترامي لقالهم كلهم لا يمثلوا الحيثيات المسيحية المطلوبة وحطين قبالهم الرئيس نبيه بري يلي يمثل الذي يمثل الثنائية الشيعية المطلقة يعني معهم 90-91% يمثل الحس الشيعي أو النبض الشيعي في الوطن اللبناني وحاطين قباله رؤساء وزراء تعاقبوا إن كان رئيس حريري أو الرئيس السنيورة أو الرئيس سعد الحريري عم نحكي على الشهيد رفيق واللي غيره باستثناءات محدودة كمان يمثلون النبض السني بلبنان. بس لما نجي على رئيس الجمهورية طالع نعمل تسوية. طب أنا عندي سؤال اليوم التحالف تحالف القوات التيار الوطني الحر ألا يمثل نوعا ما الغالبية المسيحية؟ أكيد. ليش ما بتتفقوا على رئيس؟ عم نشتغل على هذا الموضوع. بدي أقول لك شغلة. طيب ليك أنت متذكر قبل ما وصلنا إلى إعلان النوايا شو كان طرح العماد عون؟
بما انك عم تحكي بالمنطق الرقمي العددي اللي هو انتخابات استفتاء شعبي، مش اولا حكي استفتاء شعبي رفض، حكي عن انتخاب مش استفتاء كمان عن انتخابات شعبيه، يعني نغير رئيس صندوق الاقتراع ينتخب كمان، قالوا مش وقت تعديل دستوري. بس انتبه لما بنقول لهم بدنا نرجع للشعب بيقولوا لنا لا هيدا بده تعديل دستور، بس لما بدنا نجيب رئيس تسويه منعدل الدستور لشخص بلحظه هيك بيلتقوا النواب بيجوا على مجلس النواب تعديل ماده 900 دستور، بس لما بدنا نقول لهم بدنا نرجع للشعب ممنوع. طيب بس ما خلصت بدي بس شغله ايه على بالرغم قبل اعلان النوايا ما كان طرح العماد عون تفضلوا يا نواب التزموا اذا عن جد بهمكم الميثاقيه وبهمكم رئيس مسيحي قوي تفضلوا روحوا نقوا بيني وبين دكتور جعجع بالتزام مسبق ما نوصل على مجلس النواب يكون في سيناريو احتيالي بالموضوع. وين القانونيه انه يابا خلونا نتفق قبل بوقت؟ شفت شو ما هو قصه انتخاب اسمه انتخاب رئيس جمهوريه عظيم مش تعيين عظيم، فاذا خلينا نروح على قانون انتخابي صحيح ينتج رئيس جمهوريه. هون المدخل هذا عم نقوله هون المدخل يا عم انا مش عم بفهمكم بانكم ضد، بس انا بيجي تيار المستقبل بانتخاب قانون انتخابي اعرج بياخذ تمثيله بالشارع السني وبيغيب كل القيادات السنية الأخرى وبيحط إيده على تلت النواب المسيحيين بعملية سطو موصوفة. أنا مش عم أقول ما في يقول إنه هيدا المجلس يمثل الشعب وبالتالي إله شرعية، مش عم بتهمكم بإنه أنتوا مع أنتوا ضد، بس أنتوا ساكتين عن التغيير. هلأ عم أنا ساكت هلأ أنا اللي عم تسمعني لا بس اليوم تاني كتلة نيابية بمجلس النواب نعم. 10 سنين ما قدرت غيرت شيء غير إنه عم بتصرخ بعدني عم بقلك مالك بأول الحديث عم بحاربوكم من الأساس عم بحاربونا بس تاني شيء نحن ما عندنا 65 التغيير والإصلاح قد إيه 27 حلفائكم على الاقل ما معنى الاكثريه، انا بدي اعتبر انه كل حلفائنا 27 نايب بمجلس النواب ما قادرين يعملوا ما قدروا يعملوا صوت يا ريت يا ريت اوكي صفى في لك حتى وزرائنا ببوزاريتهم كمان عم بيحسبون وعم بيعرقلوا لهم مشاكلهم. يسال علي اللئيس هل انتظمت العلاقه مع رئيس بري ام لا زالت عن بعد تحتاج الى حمام زاجل؟ رئيس بري بالاخراج يلي صار بآخر جلسة نيابية بعتقد كان له دور أساسي وهو من يلي تعهدوا اتجاه العماد عون بالكثير من الأمور بما فيهم موضوع البلديات يلي لسوء الحظ تيار المستقبل رفض وهدد بالانسحاب من الجلسة النيابية وتطيير النصاب بتطيير النصاب مع العلم أنه القانون اللي قدمناه والتعديلات اللي قدمناه عليه تطابق مع المرسوم يلي يحضر بمجلس الوزراء إن كان من ناحية توزيع الأموال نسبة وبالنسب المطلوبة. بس كل همه يعني نحن العماد عون قدم بسنة 2012 اقتراح قانون كنا لو اليوم المصريات عند البلديات ما كنا بأزمة ما عندنا مشكلة نفايات صحيح وفي إنماء بالمناطق وأكثر من هيك. خليني أقول لك شغلة، جينا بعد 3 سنين عم نعمل نسخة طب الأصل عن القانون اللي قدمناه مع تعديلات نسبية بقصة النسب ويلي نحن رجعنا مبارح بالجلسة يا مالك خلي الأمور تكون واضحة بالجلسة يلي عملناه بالشركنا فيها عدلنا بالقانون من أجل أن يكون يتناسب مع الكلام اللي صار فيه توافق حوله بمجلس الوزراء. وصلتكم الآن تحية من البطرك الراعي على مشاركتكم في الجلسة التشريعية. شكرا بس بدي كمل تقلك وين رفضوا أنه يصوتوا على قانون مقدموا لعماد عون من سنة 2012 وفضلوا يروحوا على مرسوم من قبل مجلس الوزراء هو ذاته نسخة طب الأصل عن القانون يلي احنا مقدمينه. ليه؟ فقط لأنه ما بدهم يقولوا أنه العماد عون سجل أو التيار الوطني الحر حرر أموال شو موقف القوات اللبنانية اللي هي حليف التيار المستقبل وحليف تكون اليوم بهيدا الموضوع بالتحديد كان في وضوح وصراحة. الأستاذ جورج عدوان حكي خلال هذه الجلسة أنه نحن كقوات لبنانية ملتزمين بالقانون اللي قدمه العماد عون لكن ما قدرنا أنعنا المستقبل، والرئيس فؤاد السنيورة كان واضح قال نحن ما عنا أي التزام بهذا الموضوع مع حدا وبالتالي الأمور كانت واضحة. تيار المستقبل بهذا الموضوع بالتحديد عم بيرتكب جريمة بحق الإنماء المتوازن والإنماء العادل وبحق المواطنين. طيب هلا بدكم تتابعوا بالحكومه؟ رح نتابع هلا بدكم تتابعوا بالحكومه شغلتكم بقى تتابعوا بالحكومه هيدا الملف لانه اذا فعلا يعني انتم بدكم تاكلوا انا ما بدكم تقتلوا ناطور، انتم بدكم مصاري البلديات توصل لعندها ليصير في انماء. لوين بدنا نروح باي طريقه من خلال المرسوم؟ هلا في احنا كنا قدام يعني بالجلسه كنا محتارين
منكمل ومنحمل المسؤولية لتا المستقبل بفقدان النصاب ومنطير كل القوانين الأخرى اللي كانت مطروحة، كان عندنا تعاطي مسؤول وحكيم خلال هذه الجلسة، ما لعبنا اللعبة السياسية لآخرة، بمعنى أنه ما جبرنا تا المستقبل ينسحب تنقدر نمر قوانين أخرى كانت مطروعة جدول العمل. في حديث اليوم عن إعادة تفعيل عمل الحكومة، نعم، أنتم كتكتل تغيير وإصلاح، برأي حضرتك، بعرف أن الموضوع يمكن بعد ما طرح بالتكتل للبحث، بس في احتمال ترجعوا تشاركوا بجلسات حكومة أم مثل ما قال الوزير ليسبو صعب وقتها طارت صفقة التبديل للجنرال روكوز خلصت؟ كل الاحتمالات مطروحة. نحن هلأ فقط عنا عملية تقييم، عنا اجتماع يوم الثلاثة لتكتل تغيير والإصلاح، سيكون تقييم للمرحلة للجلسة السابقة. التشريعية أوكي. اللي صارت وعن المستقبل التنفيذي للسلطة التنفيذية كيف بدنا نتعاطى معها خلال المجلس الوزراء. يعني التلاتة يظهر الخيط الأبيض من الأسود في موضوع الحكومة. عندنا مواقف واضحة وأصلا ما في شيء كان غير واضح من قبلنا. طيب. بعد في سؤال عباس زهري اللي سألته قبل البريك قلت بدي أسألك إيه، ما بعد أو في حال وصول إلى تسوية لا توصل الجنرال عون إلى ما بدي أمشي بالإرادة الشرطية يمكن ليه؟ العميد شامل روكوز مرشح كل ماروني بلبنان بما فيه العميد روكوز الصديق بيقدر يكون رئيس جمهورية. بس أنا خليني أقول لك اليوم نحن كتيار وطني حر مرشحنا اسمه مش عميد، في فرق بالياء والألف، العماد ميشيل عون العم بلشين بالأبجدية بالألف تنوصل ليه بعد عنا وقت، مع احترام العميد روكوز في بقلبها أحرف كتير بين الألف والياء. لا بس بدي أقول لك لا لحظة، في كتير أحرف، فينا نمشي بالمقلوب كمان، في كتير أحرف بين الألف والياء، فينا نمشي بالمقلوب من الألف للياء ديركت كمان، عارف كيف من تاني مال. بس اللي بدي أقوله أول شيء العميد روكوز عندي معه علاقة صداقة وعلاقة عائلية مخص يعني هيدي بهي، بس حتى العميد روكوز بيعرف أنه ترشيحه اليوم يمكن يكون مطروح جديا ما بعرف، بس بيعرف أنه نحن مرشحنا لا مقام رئاسة الجمهورية هو الرجل الذي قضى 15 سنة إبعاد ونفي عن لبنان لأنه كان عم بيدافع عن سيادة وحرية واستقلال لبنان، هو الرجل الذي وقع وثيقة تفاهم مع حزب الله لحماية لبنان وتحصين وحدته الداخلية ويلي لا ينتمي لا إلى أي محور عكس ما يقال ويشاع، وهو الكل بيخافوا منه باستقلاليته وبصراحته وعدم ارتباطه بأي وأي ولا يلتزم ولا يقبل أي إملاء من أي دولة عظمى أو غير عظمى، هو العماد ميشيل عون. إذا بدنا نلبنن الحل هو العماد، وبدنا نعطي المسيحيين حقوقهم، مش الدكتور سمير جعجع عظيم يقولوا فإذا يبلش النائب وليد جنبلاط وكل الكتل الأخرى. لا أنا عم بحكي على وسيلة التفاهم يعني. أو إعلان النوايا أكيد هيدا بتحسن الوضع المسيحي وأكيد تداعياتها علش على الصعيد الشارع المسيحي على صعيد الشبابي والطلابي وحتى على الصعيد التشريعي بلشت تفرجي نتائج إيجابية، وبتمنى أنه نحن بهذا الموضوع نروح أبعد من اللي وصلنا له، وبنهاية الأمر الممارسة هي خير دليل بالأمور العملانية والعملية على تقدم بالعلاقة مع القوات اللبنانية. نحن لهون بنتهي وقت حلقتنا، عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمو أبي رمية، أهلا وسهلا فيك دايما ضيف عزيز في هذا البرنامج. شكرا. وهذه المحطة إن شاء الله نكون اليوم قدرنا هيك شرحنا شوي أو وصلنا الفكرة أكثر للناس، أكان بالشق الفرنسي المتعلق بما حصل من تفجيرات في باريس وتداعياتها على ملفات باريس أوروبا فرنسا أوروبا والمنطقة ككل، أم حتى في الداخل اللبناني والقراءة في تفجير برج البراجنة في الجلسة التشريعية وعمل الحكومة. أهلا وسهلا فيك دايما ضيف عزيز. شكرا لك. مشاهدينا الموعد بيتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة بيروت، حتى ذلك الحين بقية نهار مشمس وهادئ، وإلى اللقاء.